الخليط عندي عالي بالشكل دوت وبيض، هبتدي ان انا انزل بقى بالدقيق والسميد واحدة واحدة. ياريت يكون عندي معلقة سيليكون زي ديت، بقلب الدقيق على السميد بالشكل ده وانزل يا جماعة بالخليط عشان ما يهبطش على ثلاث مراحل. ادي كده اول مرحلة، باخد الخليط عشان ما يتقلش على البيض والسكر والخليط كله يهبط لتحت، والشوية كتار دول يبقوا شوية صغيرين ويأستك، انا عايزه يبقى سبونجي. ودي طريقة الكيكة.